الآن أنتم كيف تعاملون القانون مع المبتزين اللي تلزموه هذا شخص مبتز؟ شنو الإجراءات أيضاً القانونية؟ أيضاً القانون صراحة يعني ضعف أو عدم القانون، عدم وجود قانون خاص بالجرائم الإلكترونية هذا يشجع المبتزين. يعني أنا دائماً ما يعني أقول إنه فقط لو أقر القانون، يعني البرلمان إذا أقر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بالتأكيد راح يقل حالات الابتزاز أقل من نص. يعني صح كلامك، هأيدك سيادة العميد. أنا أريد تتكلم لي عن حالك من خلال الضغط والخوف الأشخاص يقولون الابتزاز، هناك قانون قوي، قانون معه بردع بغرامات، كل تعرف القوانين اليوم الغربية وكل الحديدة صح. كلها تعتمد على الغرامات، والغرامات أفضل من السجن. أولاً يعني ميزانية الدولة، وثانياً يعني تكسر ظهره لما يقوم بابتزاز الدولة بغرامة 5 ملايين، 10 ملايين، 20 مليون، فبالتأكيد ما راح يقدر يرجع مرة ثانية ويبتز أو صديقه أو أخوه أو كل من يشاهد أنه أحد الأشخاص تم تغريمة 20 مليون أو 25 مليون، ما راح أحد يتورط، ما راح أحد يتجرأ أنه يبتز قانونياً.